إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لأن الآن هذا مفروض الأعيان وفرض العين لا بد أن نتعلمه تعلما صحيحا. الآن بدأنا وشرعنا في التربية للمحرمين، أحب أن ننبه أخواتي التي وضعت النقاب على وجوههن، هذا أمر لا يجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من محظورات الإحرام. نعم بعض الأخوة يروا أن ستر الوجه واجب، وهذا مسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، لكن العلماء الذين يقولون بوجوب ستر الوجه يقولون حرام الانتقاء، حرام التلفظ. يقول مسلم شيء من رأسه على وجهه ولا تغطي رأسه على رأسه، الذي يريد أن تغطي رأسها تسدل شيئا مثل المحرم من على خده والخضاب من على رأسها إلى وجهها. بعد ما لا يكون معها رجال يجب عليها أن ترفع ذلك عن وجهها. الآن بدأنا بإذن الله عز وجل بالتلبية، بدأنا بالإحرام، نكثر من العبادة لذكر الله عز وجل. في حديث خلاد بن السائب رضي الله تعالى عنه